الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل وبقول يتضبط كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب في تقديم الزكاة ومنعها. وباب هاي كسبسية هاي في تقديم الزكاة، زكاة إلا هرمرين كارو زكاة حولها هذا كواجبتي حلقي أون لجارين إن لهور مرين كرو لجهور مرين كرو والزكاة معجلة لغادي كرو ينكله يومنعها وإثم منعها زكاة أول الديدا إن لبحي يدم بقيلة هاي. وحدثني الزهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص المدائني حدثنا ورقاء ابن عمر ابن كليب عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله رسول كلاه بعد دري صلى الله عليه وآله وسلم عمر سيدنا عمر بن نبي الدري على الصدقة صدقة إنه صوروري عامل بكدي ساعي نبي قد دري عمر ويري تتك مسلمين تقيبا كم بده ونبي مركا أوب مقعدبي جهة يقبل يدقان يددم يددقوني كصوقات زكدي لجرب أما الصدقة دي أنا أدري فقبل فقيل وحال ليلي منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنبي الله منع ابن جميل ابن جميل وحود دي دينه بحي الزكاة ابن جميل مرعيس حميد بالغو الشيغي لكن سيد الله بدن يهي إن الله أقونين ومرعيس ابن جميل كاسو عانكو يهي الرواية كقاركود نوذات كأبو الجهم ابن حذيفة هابا بكرلغين ابن جميل كان منع ابن جميل الزكاة ابن جميل وحود دي نبع الله الزكاة إنه بحيوه ودي بعمر وخالد بن الوليد خالد بن الوليد المخزوم من صحابي سيف الله زكاة ودي دي بقى النبي قال له والعباس عباس نواد دي دينو بحشو عم رسول الله رسول كلاه أذير كي أهانا وودي ذاله صدح أن نبى الله سوء أشتكيه أو النبي قال لقود شهاده لقود دعوي عمر بانا كسو الشيكت صدح ذبا فقال رسول الله رسول كلاه وحوي لي ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن وأبيه نبي حرم ما ينقم مقونسن ابن جميل وحو قونسد مجرو يعني عذر دار وكديد الزكاة مجرو وعذر دار وزكاة ما أنت وكاقا باقصدو أما وكاور وريغيستو ما لها وحان كاهين هرامب فقير هان تريكد ابن حولو هلي ماشو شكري لها والزكاة سيف عنو بحين لها أي وحوك أنا إنو نعم الله يكو كفريو زكاة بكو بخيلي ما ينقم ابن جميل ابن جميل ما قون سنين عذر دار يقيل كرنا ما هيوي إلا أنه كان فقيرا صبول بأهان شري فأغناه الله إلهي بعد داقي يقال نقم منه الإحسان إذا جعل الإحسان مما يؤديه إلى كفر النعمة وأنا وردان هبل وحو أيد عافماتك هبل وحو ما هاد شيء حولها ويبقى قدر يوم وحكى له هذا ما أنت قيل أنه قنكرة وأنك أوقون صدو وزكاة وكغم ما يريست نبي مجر تولي لا وحاوي فقير بو أهانشري حولو هلي نعمة إلهي بو كفر يوم وجسار أبا الله وأه يوم عنو مركة عليها ماشي للربي إلهي بو حكسي فقير بدأ هنجرتي تتكف قرضها يا مساكين تها حالات دها كور أدواء صوم برتمان تكسر وحسي وإله النعمة دي سكشكري وأرن لها أي كج ساري النبي عليه الصلاة والسلام نكا إنه منافق أي بعض أهل علمة المامين نكا إنه جميل إذا كذا دي ذي نبي قلنا سيدا وكيري منافق بها بين المحيا إلى صحابة ضبط مخلصين تا هوش وحكة صورة قلبا ما عذر دار يقيل يتأول واجلي كرا دو تأول يقيل كل عنا نبي قابك أو معنا أنتين أو منع
ay qalceen suubanu calayhi salaatu wasalaam qalcada suubanaha iyo diidadiisa marka la fiiriyo ninku muslim dhaba ma ahayn muslimiintu ku maxaabsan jirayo munaafiq baa wadada oranay waana war quruxsan waana war quruxsan warka asaga وأما خالد صوما نبي حور خالد أصو صوماها فإنكم تظلمون خالدا خالد وصيف الله للنفتي سقوري وحوليه سقوري زكديد مهي نبي وظلم إسامبول خالد وكقر درنتي فإنكم تظلمون خالدا خالد وظلم إسان لماذا نبي الله محاوم مخراتين عن ظلمين قد احتبس وحوب حنبي أما وقفي أدراعه عن بربريت كيس وكود دقالمي يا وعتاد وقلب كي يساند ملتري اعتادك وآلد الغد خبكوي سيفه سي ورمه سي اللي ببكي وحب وقف كذا جايب عن بربريتك وقشنا هي هلمتك كوفيد اسم مغفر كنا وبا وقفي وحور في سبيل الله الوجه هذا الذي حربك يا وحي دقال كحجين لها يا وحي ساند يعدد وها ورنك بحيي نفس كاسي كودي ذايا مدعي كرتوي shalay buu nin boqol kun ku siiyey maantana kun baan ka way laga dhageysan maayo hebel baan shalay u tagayo boqol kun buu siiyey maantan kun ka codsada wuu ii diiday ninka kun ku siiyey boqol ku siiyey baa maanta kun ku diiday naga wuxuu leeyahay ninka naftiisa quura ee wuxuu haystay hub iyo sanad ah carabna hadda waa taqaanan iyo muslimiin ninka waxa uu qiimad waa faraskiisa aaladda uu ku dagaalamo hubkiisa wey hubkiisa ma nin quri aa ka miiska saaray miyaana fadhi ku diiday قرا كوب بوحي خسنت كود دغانت نينك كو ديباي ميا هاد ولح جلاب حين اديا او لبا نيفا ما نيفا نبي خو قاد احتبس وحوب حنبه وقفي وي او ميل كو سو خري ادراعه جمع درع وعن بربريت كا لو دغالمو اي لا غسيده حبك لا اسك خيرجيو سرابير تقيكم بالحر وي واعتاده عفوا قاشان gaashanku waa midkan ee waxa la iska xijiye la qabsaday adraacu waa sida qamiskaad u gashanaysa aan burbireed baa la yiraahdaa saako ama qamis laga sameeyay bir weyn silig yar baa la suri oo laga toli funaanad aad xidho xidhato ama jaakad aad xidhato oo kaa seefta kaa celiya oo waranka tumaatigiisa kaa celiya oo leebka aan xoogga badnayn in afsaaraha ahayn kaa dalfiya marka cambuur bireed baa loo jiray gaashaanka asagu mijannay diraqa la yada waa mid tagcanta lagu qabsada asagu waa adaa isku dhigahay waxaad xirinaysa ma gaashaanku qad ihtabasa wuxuu waqfay adraacu cambuur bireedkiisi iyo waa cataadahu qalabkiisi military aaladu ku dagaalamay gaashaanka kamida warmaha kamida seefaha kamida waxaasu dhan baa cataadka la yiraahda fi sabilillahi baa ku bixiyay wuu waqfay wa amma al-abbas abbas ibn abd al-muttalib فهي الزكدي اتشكتي انو ديدي علي انا اسارنتاي ومثلها معها ايدو دغيدنا و لا سوده يعني لبس لبس انا زكدود با نغا ديار و دان نهي ريب بني هاشم ريب بن عبد المطلب ثم قال سبحانه وحري يا عمر عمرو اما شعرت مواد ان اوغين ان عم الرجل نينك اديركي سن وابيه ابيه وكله انو يحي adeerka waa aabaha oo kale sin wa abihi laan abihi ka baxda inuu yahay sin wa asalkiisu waxa la yiraahdaa laba laamood oo hal gun ka baxa laba faraaq oo hal laan ku yaala laantu markay soo gudbantahay laba laamood oo ka baxa ama laba faraaq oo ka baxa ama geedka guntiisa laba laamood oo ka dhaqaaqa saasay u kala taagan yihiin darmigooduna waa hal meel oo meel bay ka soo wada baxaan aabaha iyo adeerkaana isku aabaa dhalo waa isku awow jirid iyo gunba isku tagayaan laan bay ka wada lushaan macnahaas uu nabigu u jeedaa yaani wixii adeerkaad ku yeelato anu isaaran yahay way waado ku yeeshay aabahay oo kale ama shacarta mawadan ogeynoon dareemin anna amar rajuli ninka adeerkii sin wa abihi lamaanaha aabihi inuu yahay ama aabihi oo kale inuu yahay xadiidka bukhari ba wariya abu daawud iyo nasaayina waxa ku soo maray macaani badan ba xadiidkan ku jira ninka hore ibn jamila nabiga qilka ka dhameeyay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi wax uu qoonsaday ma jire waa faqiir dibka naaxa wey faqiir dibka naaxa iyo fadhi socod barada maxay dhihi jireen
ku saddexaad baa shuu jiray way fokanayaan baale way budbudan way way batraamaan nin curiyaan ahaan jiray oo waaga dambe ilaahay cagaha caafimaad iyo booday bay raqiisi orodkiisa iyo faraduglihiisa waa la yaabay laga fadhiisan maayo marka waxaa la fadhiyay socod barada iyo faqiir dibkanaax sabool baa ahaan jiray gaajo soo baabi'is xubeer baa soo left waagi dambe xoogu carab dhaqa la siiyey uu ku nafbixi shilin dambe bixin maayo waaga kibir iyo sheeko iyo faanna naftu kaa qaadi dadku xoolo fadhiga ahaayee ka abka abaasha ka soo gaadhay ma kibir badna inta badan isma waalaan mana faantamaan laakiin macalinka faqiir ahaan jiray 91-kii ee xoogu islii carabka kula baxay maqaxyaha loo fadhiyay maayo warka waa taqaanaan ba ilata nabi wuxuu ninkan waxa weeye waa faqiir dibkanaax fagfagtiisana waxay keentay inuu sagadiba uu diido taayib ninka sagada diidana xukuma shariicada xoog baa looga qaadahay xoog baa looga qaaday ciidan baa loo diri baa laga qaaday hadduu ku dagaalamana waa gaal hadduu ku dagaalamo oo xaqaasi diididiisa uu ku dagaalamo xabad ku rido waa murta sida raajaxa haddii laakiin la xijaalantay qaado oo wixii kala qariyana awood military police baa loo diray waa laga soo qaaday iyadoo waliba labalaab hadii la gaano xadiidi baas ibn xakiim fisana baynu ku maray waxaa soo haray khaalid khaalid isagu nabi wuxuu yihi ninka waa dulmaysaan sadaqa ma diidin wuuna baxshay laba macna marka meesha ku jiro waxay leeyihiin waxay u qaateen cambuurbireedyahan iyo qalabka military uu meesha dhigay fara badan oo uu bixiyey in uu tijaariya ganacsi ka rabo oo zakaatu tijaara laga doonay zakaatu tijaara ganacsiga tijaaradiisi baa laga doonay curuudda tijaara oo saas u diiday nabigu wuxuu yidhi maba qalabkan tijaara ma ahe waa waqaf ama zakaba laguma laha weeye ama waxa weeye ninka intaa quuray intan ma quuri waayeen ee khalad kale jiree wixii jira sheega khalad waa dulmaysaan isagoon zaka diidin baad ismuutiiseenoo inuu zaka diiday baad ka soo qaadaysa ee hoosa u jisaa loo baaro labada macnaba waa la sheegay laakiin daahirku waxa weeye oo culimo ka qaateen waqafka shayga waqafkee la waqfay ayuu sayidana cumarnaba saxaabada qaad waxay moodahayeen bay dhaheen in zaka laga rabo awqaaftuna zaka ma laha awqaaftuna zaka ma laha shayga ilaahay dirti loo bixiya la waqfo malaayiin baha gaadhee zaka lagama baxsho marka mawquuf iyo maxbuus fii sabiilillaah baad zaka ka raadisan zakana ma laha oo dulmaysana bannaan ka mar ama wuu bixiyey idinkaasi kale ismoodsiiyey labada macnaba waa la sheegay almuhim jumlada khaalid ku saabsan laba masalaa loo deliishada wadada waxaydhan waxay tusaysaa curuudu tijaara in zaka laga rabo wuxuu khaalid ku badbaaday wixii badeecada la moodayay yuuba waqfayba waxaa kaloo laga faa'iidaystaa oo wadadu ka qaateen waqafkuna zaka ma laha waqad ixtabasa adraacahu waactaadahu fii sabiillahi kutusahaya waana masale xoog badan wadada badan ay ku tageen waxaa ku soo haray ninka la yidhaahdo cabaas ibn cabdilmutalib nabigu hawshuu sheegayo riwaayada muslim baa hadda fiicano fahiya calaya wamithluha macaha riwaayada bukhaari waxaynu ku mari doonaa amaad ku marteenba fahiya calayhi wamithluha macaha wamithluha macaha mada riwaayada bukhaari waa mushkila mushkila weeye fahiya calayhi wamithluha macaha waa la fahmi waaye waxa laga wado zakadii sanadkan waa lagu leeyahay mid ganaaxna waa lagu leeyahay miyaa maxaa haddii zakadii sanadka laga qaado midkaa loo saaraya seena cabaas cabdilmutalib oo weliba deeqsi askhiyaau lcarab weliba reer bani haashim ahaa nabiga dariskiisa ah aal beytkiisa adeerkii ah haddana uu zaka u diidahayaa loona ganaaxo la leeyahay iyadoo laba jibaara laga rabaa fahiya calayhi wamitluha macahaada xoogow ishkaal baa ku jira fahiya calayada muslim baa sax riwaayada bukhaarina inay riwaaya bilmacna ay tahay baa lagu xambaaray fahiya calaya anay isaaranto anaa layga rabaa wamithluha macaha waa maxay xadiid kale cadaysay laba sano zakadood buu nabigu ka hormarsaday cabaas zakaa mucajala tan haddaad ka raadiseenna waa qabnaa wey sanadka soo socotiisi kalena waan ka qabnaaba fahiya calaya ay cindii wamithluha macaha sanadkii kale zakadiisa waan ka hormarsan tacajalaha rasuulullah sal salam min meel cabaas sanatayn baa la yidhahdaa
وحديثك أبو طبراني في المعجم الكبير والأوسط يا حديثك بزار باشيغي سنن كان وين يكون الرواية تصهي وين إيمان دونان مركا زكاة عباسنا وحاو أحمد ديديني حق لآن بايدن هيسو وحاوي لبسنا الدر يا بان كهر مرسان نيبا حتى هدي وصن بحنا أسوه اسمه أنا بديار لا هذا يركي وحي الله يست أنا مالي غي الله لكن حقيقة حوي زكاة عامين معجلين ببحيي ساسا مركا راجحة كدب بالله يسوي حالي عمرو هذا يركي تتكلم ادمه مرقى الحسود دعوين كفير سالي كفير سو. أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه مرقى أنت أنا وعنان سيدنا عمر خصيصة عباس فضي يسمى مدى درين سينيس محلو شايدك وحوي ورقا منافقين زكاة يواجب كإن لديده نك بحوى عقوبة دي سنة ويبإيمان دونتا باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وحبابي هاي زكاة الفطر زكاة شيء مسلم قاب كو ترتيبين بنو بدا إنا كدب إنما سلوى الماشي ومناسب كتابان تعليقين دونا إن شاء الله زكاة الفطر سيدا الراجح وواجب على المسلمين زكاة الأموال بسوة دي هابينها عاون الزكاة البدن وحكتابان إياه شركة يقنك آدمها نعمة وزكاة وشكر عن نعم الله سبحانه وتعالى هدي حولها أبا القدكودي الزكاة لقردقي قنكن يعافمات قنين لحدة لحدة ربك سيينا أبا القدي إما النقبة لقربا وزكاة الفطرة مناسبة دي حكمتنا وحوي مالك عيدة تذكر مسلمين تام بناتك وبدنكود عيدة يصدح مع الموضة قدم بيسبع لما شقيه وقال اسكدما شادا وقال اسكبرو الدماء قريها اللجوغة تذكر دنيرت مساكين تام مالمها حقوق والشقيسي مرغمالك ويوايا شقا بدن هيل مهيا سوقوا وحرين حافظوا آد شقا أغمجرتو والله سيحانيا حفيسوا والله حين أيه الله فتركوه وحين الله سيئوه مالك عيدة أي مالمها شقا لآن تيين أي كتشوغان وما الحكمة إذن كواد عيدة إزانو بيلك نام مال إذن سارن مساكين تي إذن كحوك سنجرت إقريها إذن كشقينيس إبارها فليسي الدكامة أصول شقتك يسي حيوك برويزان يسي شاهو دي قرشكو دي أو ما أنك عيدة وانات بحسان إذنك وانات عيقنا فريسيسان إذن العيدة حكمة أسامي أشياء كجرد حق حكمك زكاة الفطر وواجب سيدا راجحة قليل وصنة الشراء دليل كدونا محق بدن إجماع بان لسوق قوريا بعد الخلاف السابق إجماع أنه قنتمي إنك لنا هذا قرب أنه قصوا هذا اللي عدك واجب يسي يدك واجب يسي يحلق واجب يسي يوحى لبحيني انت بحديث كفافين دونا حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ابن أنس أبي عبد الله أبو عبد الله حد وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له لفظ كان شيخ بن يحيى إسكالي عبد الله بن قتيبة مسلمة قتيبة ما له قال وحور يحيى قرأت على مالك مالك بن قدو الأخر حديثك وإقدر قيسة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض نبي له حواجب يلي أمقو ينبي قندي زكاة الفطر زكاة ذكر الصوم كأما أفرك لقى أفري من رمضان رمضان لقى أفري على الناس تدكو كواجب يلي صاعا بواجب هل سوسو من تمر تمر هل سوسو تمر صاع سي قدر كيسي قيميزة اسمان رفضا باكتشرة لبكيري برد والغو قياسي لبكيري ربعنا والغو قياسي لبكيري إيو تمن نوالغو قياسي صدح كيري نوالا قارسية وددها قاركود تقدير كمرقر أدحي ولبكيري بردك بين اسكغسو رغمين كاون كداي وحكا بضان نواجرة وحكا وصية نواجرة لبدي بردك كداي ساعة هل سوس بنبي واجب يلي أو من تمر تمر هل صعب الله بحنا هل سوس أو مس ساعة سوس أو من شعير هاد أم قرب يا لو فرض يلي على كل حر مثل كستوم مدح بنان أو عبد أدون الله يستاء أو ابن أدن ليه ذكر لب أو أنثى أم دديق من المسلمين مسلمين تكمله يا لو لقربا مسلم بعد زكاة صارن تيوك واجبته فلا زكاة على كافر يعني كما أصح يسوي إيمانك يا إسلامك الشرط قوها عبادتك اللي قوها أي مركز زكاة وحواتك المسلمين لب يددك حر يا أضون بالغربا
محال بحنا يا سوس تمر أما سوس شعير أما هيد أما قربي وحاجر هذا أنبا حديث كبه الجماعة ورنبا صوصر البخاري مسلم ترمذي النسائي بن ماجه يا أبو داود ومن حديث الجماعة حدث ضروء روايات كيسي متابعات كحديث ك أيو دلدل الدورة إمامك لفظك أردن بين من المسلمين وحال الشيء وحال لقوا النقد مالك وذا دا وحيدة هذين مالك كل جيبا وريو لغوم الراعين صوابكنا لبي طبعا حافظ باكو الرعب لبي طبعا حافظ أي لو ريسة وذاتك أصوغ أركي مالك رواية يسون بس كان نفحين مويين مالك مويين كوي وتبون وذات وكله أي كرة عدا نمان الله بيطمن بجارسية كذا حافظ كي غير كيبا مركوا رواية محفوظة أما مالك هلم ألقوا من نقضه أما هلقوا راعي وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيدا يلا وكفر ذا المسلمين تقاب كانوا دقي حدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي أبيه وعبد الله نمير حا سند لبات وحدثنا بكم شيبة واللفظ له لفظ كان شيء قدونا مره شيء قدونا سكع إسكالي قال حدثنا عبد الله النمير وأبو أسامة حماد بن أسامة الليد هذا عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وأنما عمر بن الخطاب أوويه عن نافع مولى عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال وحور صحابك فرض رسول الله رسول كلاه وحور شانقوي أما أمضى كل لازمي وصاري أما واجب يلي زكاة الفطر سكدي صوم كأفريدي صلى الله عليه وسلم ذكر صوم بإسماء إسكدها ساعة سوس بو نبي واجب يلي هل سوس بواجب يلي من تمر انتمر أو ساعة أم سوس بواجب يلي من شعير هيد على كل عبد أدون كستون نبي وصاري أو حر أو مد كستون مدح بنان صغير مد يربو صاري أو كبير أم وين أما صغير كاسو حر كاسو يا أدون كاسو صغير أو كبير كالقاد ملا لب يددك حر يا أدون المير يا عرولب ولا كرباوي إذن حكمة اللوجي دي زكاة الفطر أنا وأنا صوت الماني حكمة منصوصة أنا وحد وقرنا إسانا وطهرة للصائم وطعمة للمساكين مساكين أنا والله قودنا يا دكي صوص يوم يينا هذا واجب يسوقتين صدم مع الموت بيسوس من أمر الله يتنى السقال واجب لجوتنا دل دلول يمل كردع يناقص يقاسري ده جابوا طفل جماعة ويجابن زكدو مركو حي كبيسا وحي هذا كاردنا وحي جوفين مريه دل دلولي ويكون ما يستري خلط كادي بالغور دافي وعيب أسترادو حكمة منصوصة ده إن في الصومال يدون كل شيء غي نمن بوا حي كقاتون كيف ما يدين هذا بس هذا يتاعي زكاة المها يركع اللقاء قاضي زكاة الفطر واسنة واجب ما هي طهرة للمساكين طهرة للسائم وطعمة للمساكين باطل هذين روحي سوسو ما يبالغ هذا اللقاء الله هاي المه يرى الصوم بواجب كو أهين ما هي دنبه اللقاء دافة دو زكاة بحي ما هي واجب وكاقاسر اللقاء بحين زكاة وحين واجب كو تهي دذكا ووين بالغها لمن بالكا كبوذي وحالوه وحيدن كو وصبح هذي حكمكم كلا دجنيو سي غود با لو واجب يلا ددك بدن كي با لا فيريا غالب كا لا فيريا صدرت قاعده هيد با امانيس اصول الحكمه انما ترعى في الجنس لا في الافراد الحكمه انما ترعى في الجنس لا في الافراد تصال غابا هذين السفر اون سعدالو الهي وحو يدي وقرآن كو يدين شيء سنو يدين تبع مدن كو إجماعين مصافر صلاة ده قابيو صلاة ده أفريدة ظهري عزري عشاء لو الله بك نكتا مغربي فجر الله ما قابيه هدي محا الله لو قابن مشقية حاجية عريس بو سفر كوليه روح مصافر كوائس كالدباني سفر كو قلعة من العذاب هذا بك ورا هدي اللي هلا مصافر سفر كورا حيسني او تمشليني او ضل حيس هايو او ديارات قالعه صارا حفيز كيس او ديار سنيا بيو شمين كوكادونا ابر برليدا لون اديغ هايو بقر سفري او نيروبي كدغاق قاهره تغي مخا علي سو هيا اي وداد هلك كلو الى مينك غارس لو كتغي مسكمد با نينكا ديب كو لو كلمه هايي نينكا ديارات كو ضل حيس هايو كل لبد وا مخاي وا لبا مسافر
ننا مشقية الرفاد يتعبان ببستي هاي وضع سال ننا قرقي سبو كان نصنها يابا حافظ ساكس بلايو بلايا كاس أدان نصيب قولي هاي وشارك لغان هيا سفر روا كتيرا نكا مشقة هايس ننك سفر كي سكور راح حيسانا يمرها إن صلاة ما جابين كرتيد محيي لي وح مشقية تعب وشدبك ما هيسط ننك ركور رفاد السفر كمرها إن أضواد جابين كرتا إذا مرك حكم كصلاة جابين تدل تشيدين أيو وحاول الله فيرنا يا سفر محل قفشة مشقة نبي الرفاد بالله قفشة هاي إذا مسافر ودم بصلاة وجاب سنكر لأيجي ما هي أو حسان سفر مر دبايو يا عبد الله ما دبا الله ما فيرني ما الله فير لا إيجي ما يجيد يا جامع نن سفر كود إنه أمد ضرر أهلك اللي دمايا سفر محل قفشة وحوانا ويا هاي رفاد يا دب هذا با رخصة الرحمة من الله مسافر ودم بصلاة ها جابيو إذن زكاة الفطر واسدا سوكالي نتكلم مسلمين تا صوم با إلهي واجب ساري صوم كان وانت بدن خرادات با كدعم مسلمين معصومين ماها دلدلول يا قابسي قبط البدن با اسكجرا هل لو كبو زكاة بحيان ما نك عيدا كل قلنا بحيان سي مساكينتو ان اولادنا وحو هلال صغير كبير لو كلا قادم الحكمة انما تراعى في جنس المسلمين لا لا في أفراد ما كبير با ما صغير با ما حر با لأيق ما هي كل يوم مدح كتابت وي سيدا صلاة قابين تضبوها مدح كتابت كرك كقبو أما صفر ها كردبو أما يوسن كردبو قرآن كوحوي يلي خمرة إسكاد دائية محايا لي شيدان وحور ربا أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهوا خمروان دقن كاسة إليه ده دقن إسكو ديرتو لا سرقامو صلاة اللقاتو واجبات كل دافان أدو آت رفادو أمد آت خريبتو توري دقن آت قليسو ودوين كاللقام مريوايو بخت إيه بلايوي هدي بالله يلو وياد خمرضو كفو ده يقول جيس بنان كانوا بحينين مر كفو دهن عن سرقامينين محد قلي دي وعشرابا كود ديار صناي كو وردين هيا إنها بكالا قادي خمرة مو بنينينا أبدا الحكمة في التشريع إنما تراعى في الجنس لا في الأفراد سأفهم أعيان تأي أفراد الله ما إيجي وحال إيجي خمرة محالقة فشا مع تركية دب يا الرفاد يا أمض الإزدشاء إذا تسكو حد قد بأي صلاة لقدتك يا شيطان ولكن النقط صادرت هذا بقى أما هذا هكواش أما هين كوارب أما كسرقان أما لصيح خمر وحاران هذا وردين هاي يعني كرباشينا هذا اللي وابن أنا وابن كنا استعبا نسيد هذا إيده وابن كبقنا بيننا الحكمة إنما تراعى في الجنس لا في الأعيان والأفراد مين فانت قاعدة مهم جدا وفي الشريعة في التشريع مكان مريسا لا صعب وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع البصري عن أيوب وتكو خلط من شوكاني شوكاني با كتاب كقري قاتك ما كان سوير قاتك وبنايا والعوني كرا بحث الدير كتاب بلا كرد عظيم محاجر الليل أنا بالتجابي وهبينا من وذو وحبو يجيل وهاي واتفا عندين بغلت قولي وقوت الأولية ورب حامب اسكو أولية أنا هاين أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب ابن أبي تمتة السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي نبي حواجب يلي صدقة رمضان رمضان صدقة ديسي الزكاة ديسي على الحر كيما حب النانا يو العبد أدونك يو الذكر اللبك مسلمين يو الأنثى ددك صاعا بالنبي واجب هل سوس بواجب يلي من تمر تمر أو صاعا بواجب يا رسوس أو من شعير هذه قرب هيدو أما قرب ذو وقام دي سلون قام دي دو وقت لك وقت دو انت وانا كأدك تاي وانا كم دو دهي كن يوي كبع دوان لغو استعماله تو بينا أدو يقو بطن تاي أنا قرب بانا لكن ماشي قربو بلغي ده ده بدا لا يرقل عين هيا قال وحوري ابن عمر فعدل الناس ضدك وحي أدقين به بالشعير نصف صاع سوس نسكي او
من بر قمديئة قمديئة مصرين سوس دم استران أو هيد عما قد بشعيرا بحين جريبو واغا هورانا النبي النورا عليه الصلاة والسلام قمديد أمصرين كواكو يرى بركي يا قمد ويكال الدوين لكن سيقلوا ما فهم إيسا بركو ونوع كلو مضح بنان وضدان دير هذا النار وقعدمك هتكب حضان هاريها وحلوة أبوريد مودي سان قمدي بربا ليلة وكدوين وككوس كوسين وانا كوين وانا كعدي هاي بركو واغوني حنطي قمحي كونو واغوني شعير كونو واغوني وصدح نوع كلا الدوين بركان أو قيمة بدن سيدنا ما نقطي قمحي إسكاد أدوك قمدي بعد فهم إيساني حلقه هوري شعير تاكوبة مدينة يحجاز لغا استعمال جري قمددون واكو يرايد ميلها شام بالغا كيني جري قمدد لف بيكو آهيد واقيد دم مركي قمدد صوقش حجازي مدينة كوبة داتي يرقى قاركي وحلق مناتي هل سوس او قربي اما شعيرة وحوودق ما نص بوودق ما او قمددا قمددا نص كيت ساعة نص وحوودق ما حقا طيادة عليزكا كواليتيكا وحوضنبا سوس دمايستو هذا إلى هذا كيلة نس كيلة بريسة وحيودي قانتا كيلة قمديئة نس كيلة بريسة وحيودي قانتا كيلة قمديئة هذا إلى هذا معنى هذا سعيبك بشيقية فعدل الناس تتكبا أودي قاي كقياسي به بالساعي به بالساعي ساعي شعير كاها نصف صاع سوس نسكي او من بر قمديئة بيقول ديجين تعديل كوا موازنه وكيسين ودي لاتريت قيمة بسماها وباقة باقة لقاها الله هي حدثنا قتيبة بن سعيد او روح مسلم كبي مالك زكاة فيه وحب بحنا ياوي ماشو سوس تنكب بحنا لها او هيد او حب بحنا يا سوس نسكي او قمديئة اما برأة معناها سيلي مادي معاوية أنا هو شاب بالله ومن دون حديثكم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر متابعات كبار السعودية أيوب هذا الليث متابعين عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وحو أمري بزكاة الفطر أفرك زكدي سئن لبحيو لديبه صاع من تمر منبق أمري صاع من تمر هل سوسو تمر أو صاع من شعير أم هل سوسو هيد قال ابن عمر وحيوري فجعل الناس فعدله ران طمرتين ناس كانوا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومن وافقه معاوية انت كرة عذيوه فجعل الناس دادكو حيكي يلين عدله دقال كيسي وحكا دقان ليه كيسيين مدين من حنطه لبن مدو قمديئه محايلة سوسكم حوها أفر مد بوها سوسكم حو النقضاء لبكي ليه بروا قياستين اللي هذا مد مقرن إيسان وأفر مد يوحير وشتشبو مرك أفر مد الله بيس ليه كدي لمن بدو يهدي فجعل الناس ضدك حيكيرن عد له صاعي لقالك حيكيرن مدين لمن مدو من حنطة برأة أما قمديئة هذا هو حلقة اليوم هاي وميش هذا أفر متكبحين له وحد بحين إيسا لمن مد وحدثنا محمد رافع حدثنا ابن أبي فديك محمد إسماعيل بالا إذا مقعيس أخبرنا الضحاك ابن عثمان الأسد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض نبوح واجب هذا الضحاك بالرقم متابعين يا ثمرتين فرض رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض نبوح واجب يا إلي زكاة الفطر زكدي كأفردا من رمضان لقى أفري على كل نفس من المسلمين نف والبو مسلمين تكمدا حر أو عبد من ملح بنان يمد عدونا أو رجل أو امرأة لب يددك نين يهويني أما نين يضمر با صغير أو كبير مد يري مد وين با صاعا بك واجب يسوس أو من تمر تمرة أو صاعا من شعير يعني لبضع الراجين باو بنا تمرين لبحشو يئن هيد لبحي إيو قربي
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس أبو عبد الله عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم عن عياض ابن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري وعرب هذا حديث ابن عمر وقصه بالله بابك إنه كان أحاديث مخراتي كعيس وشواهدة مركو دمني متابعات كي حديث كي ابن عمر أنه سمعين مغلب الشيخ عياض أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان يقول أصغولي كنا وحان نخرج كوي بحية زكاة الفطر ذكر صون كان نبحين جري صاعا سسبا نديب جرون من طعام من راشينة من طعام من راشينة طعام هطي دهان بل سحابه عرف قود الريح جزولي بالريم من الطعام هطي دهان أما تمر بيكوضا أما قمت دي بيكوضا مركوا عرف مقارنة للنص عرف مقارنة للنص عرف عادة مسلمين تو أي شان والله بين متكملة مرك النص كلاجها ليه تفسير كيسة هنا يكون الرئيسي أو يسيجرتي إلى النص كإيمان يينا أي تغني يينا يتع عادة جدال كتيمت أو مسلمين تو دقن تبوا يشين وياي بعد النص والكتاب والسنة عدد قال كتيمد نصوص لغما فسره لغما قيده لغما دبره لغما خصيصه شغل كماله لكن عادي دقن كتيري اسلام كهر اما حلق الناس قدق ايبا كتيري اي مفهوم اه اي دقن اه اي وحيدات كوية قانين اه ولغو فسره لفظ اه وشيدي سمك هردنات فهانتو عرفك اساق مرك مقيد بو نقضاء مخصص بو نقضاء لانه هو مقارن للخطاب مقارن لنصوص الوحي وهي اذا كنا وحان نخرج قوه بحيه وحور ربا سيد نكلا الى ابي سعيد الخدري ان ويرره اجتهاد كي سيدنا معاويه يربا انه كتلمام انه مخالف يا للسنه بربا انه كتلمام سي كنا وحان نخرج قوه بحيه زكاه الفطر دقرصون كزكري سانو بحين جري الصون كافور زكي سانو بحن جرى صاع سوس بانو ليب جرى من طعام من تمر اما قمديا او صاعا من شعير اما سوس هيبا او صاعا من تمر اما سوس تمر اذا تمر تقولي بالوشي يا مركا طعام من تهر محين نقطي قمدي قمدي بين نقطي اما صرين او اما صاعا بانو ليب جرى او تفسيريد ايدي او من اقيط قرورة انا قرورة انا فردي قرورة ان ولي لغلب بحن دفتي او صعنا مسوس بانو بحين جرؤ من زبيب زبيب عنبك يعني دي بجي حديث كنا بخاري باسو صار ابو داود نسائي ابن ماجه با حديث كابي سعيد عن وضن رقيسة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني ابن قيس الفراء عن عياد بن عبد الله بن ابي صرح ابن سعد بن ابي صرح عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج وحنا كوبح يوديبا إذ كان فينا رسول الله حلو قلنا بنا دحت وقلنا لا زكاة الفطر أفرك زكاة سانو دي بيجر يدك دي بيجرتين عن كل صغير وكبير مدول بو مدكستوين أمير حر مضح بنا أو مملوك أم الله أنتو صاعا سوس بانو دي بحنجر صاعا سوس بانو دي بيجر من طعام قمدية أو صاعا من أقط أم فردية رجال معيدان كالباي ميدان يا مع حسين كلبا مسا كلباي وباشو كلبا ميا ويدن كازا قرور كي يفردي نمان قاوح يقولين كلبا بيكوده حانو ما مصوحي لك سؤال قيستين مسوا أفصمال قمان مصوالي بقى حانو حانو ما يانسو إنا سؤال قيستين بان أمالي يا مفقر ما مسوى أفبوران أفبوران ميا سام بارون ماي إن أزور كيس تموي موقتا بيب ملا أو ساعة سوس من أقد فردة أما أنا قرودة أو ساعة من شعير أم سوس هيدا أو ساعة من تمر أم سوس تمر أو ساعة من زبيب أم سوس سبيبة فلم نزل ما ننكزول نخرجه سوس كأن بحنينه او وحي لصوشيك وردن بقى من ديدي اي وحي كدن بي كل سوسان كدن جرى حتى قدم علينا
قدم علينا معاون بن سفيان إلى أن يمد معاون بن سفيان حاجا حاجة سو حاجي أو معتمع مصوع مريستو الشام كصوع مريستي دمشق كي يمد مدينة صوع مري مكو سعودا. فكلم الناس على المنبر تذكر الله الله معاوية ومنبر كنا محب نتوفه لي ومضى الله الله إلا سقى مركة أمير أها أما خليفة هاي. فكان فيما كلم به الناس وحاكم ده وحدت كلاه الله وشيء أن قال إنه يري إني أرى أنو حنو أركان في ليا أن مدني لبمت ومن سمراء الشام شام مد يد عصوص كلا عد أما جدودنا سمراء الشام يعني حنطة الشام بقولة قام ديد الشام سرينك الشام بركة الشام تعدل أن أودي قنطه حق عليز كي يطيض يقيمها بقى صاع سوسو من تمر تمر أودي قنطه. فأخذ الناس بذلك تذكبا صداقة بصدق قرد رقم عامدي أمير كذي رعانه والناس على دين ملوكين بالليله هل كاسعون أي قبط من. قال أبو سعيد وحجري فأما أنا أنقل صوما حدي هوشا رعية أتالله فلا أزال كانوا نحن حسن مايو أخرجه إن قب حنا يسوس كي أن قب حنا كما كنت أخرجه أبدا ما عشت سيدا أن كل دي بجرب أن سوس بحنا دي نص ما بحنا يبرو نص دي بما هيو لما مدة دي ما هي أربعة أمداد بان دي بيا أفر مد بان دي بيا أما قمت دي هالنقضو أما تمر هالنقضو أما عانفر دي هالنقضي كما كنت أخرج سيدان كب حنجري أبدا ولقي ما عشت انتانو أبدا وفي المستقبل الحين هذا اللي قبل الله إلى انتان كرد مسام بانكوضة هيا أبو طريق لباد بشيغ يعني نساء عفو مسلم. وحدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق حديث كأبي سعيد لباد طريقه هو رسول الشيغي زيد بن أسلم عن عياض ابن عبد الله إيو داود بن قيس عن عياد بن عبد الله هذا نوحور ربينه وكينه إسماعيل بن أمية عن عياد حودا بيسي طريقا واركو تشيرا درتي مسلم هذا فريد نمدي سي فنك فاهم كفاهم سيئة كمتاي إنك الصوالي بأسوه قر لي هاي هذا نا حوقال درتي بو أساند وكلا رتبية درتي. حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني والحديث في مصنفي مصنف كيسو كجو حديثكو شنكن سقال بقول كنتر يكوبة كفيرين كرتان عن معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن إسماعيل بن أمية ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي القرشي قال وحر إسماعيل بن أمية ومن رجال إسماعيل بن أمية من رجال الجماعة معمرنا ومن رجال الجماعة عبد الرزاق أنا وركي بجوجة أصو إمام كتقانيوي قال وحر إسماعيل بن أمية قال مسلم وحر بأنه عطي الصيغة وحقوق قاضني أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج حانك وبحية زكاة الفطر زكاة ذكر الصون كانوا بحين جري أما أفرك زكاة سان دي بجري ورسول الله فينا رسول كنا دحت شوقة عن كل صغير وكبير مد والبو وين يمد يربوان كبحين جري حر ومملوك من ملح بنانا يمد أدوان أبا وكب حنجر من ثلاثة أصناف أفرنا يأيدنا ونصوم الرأي يعني وأمر رواية باسو قابستي صدح شيبا نكب حنجر حق الراشين من ثلاثة أصناف أي من ثلاثة أنواع من الأطعمة دور نوع الراشيمة أو صدح نوع أيان يا أبضنا بوجه ذا إنا بحنه صاعا من تمر من تمر سوز تمرا بحنجر صاعا من أقط سوز قرورا مع نفريان بحنجر صاعا من شعير سوس هذا ما قربنا ودي بجري فلم نزل ما ننكزل من نخرجه كذلك سدى ان كل بينه حتى كان معاويه حتى كان معاويه اميرا اما يخلا خليفه النقضي فراى معاويه اركي ان مدين من بر لبن مذو برعه تعدل تعدلان بكدغنت ان ادغمان صاعا من تمر سوس تمره. قال أبو سعيد وحوري فأما أنا أنقصه ما فلا أزال كنون حسن أما كدغاق ما هي أما كذول أما الدين ما هي أخرجوا إن أنسوسك كبحنا كذلك سيدا سوس دم ما يسترن بان ديبي أما برها النقض أما قمدان النقض أما عانفر ديان النقض أما التمير يسيبان النقض إلا أنه صاصا كبحن جرب حلق النام محمد أحبان اسبدل ما هيان بو. وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الحارث
ابن عبد الرحمن أبي ذباب عن عياض ابن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر وحاولنا نكوبح زكاة الفطر عن ثلاثة أصناف صدح السنفيبة أنه كدي بجريبه الأقيطي أنا فريا أنه زكاة كن بحنجر وتمر تمر بانه كن بحنجر والشعير هدنا وكن بحنجر وحدثني عمرو الناقد وجد هذا اسماعيل بن أمي وكان ونن متابعين هيو اللي هذا الحارث بن عبد الرحمن الذباب عن عياد بن عبد الله هذا نو صوص عضا من عجلان باسنا كين الدونا وحدثني عمرو الناقد وحدثنا حاتم إسماعيل عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني عن عياد بن عبد الله بن أبي صرح العامري عن أبي سعيد الخدري أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما جعل أمره كي يلي نصف الصاع مال الحنطة نصف الصاع مال الحنطة سوسك النسكي أو قمدي أمره كدقي عدل صاع من تمر مدولق ما سوس تمير أمره كي يلي أنكر ذلك أبو سعيد أبو سعيد بأرنك أقون صدي وقال وحون يلي لا أخرج فيها زكاة قبح مايو إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آلة باقي يميزانك يسوسك أو قبح جري وحلق النبي نولا مبان ما أنتنا قبح هوشان الله ذا أفرمد وحلق النبي محمد لبمد ما أنت أولي أنت ما يلين بوتاقية صاعا من تمر يسوس تمر أين بحنا يمدين أيو أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط الطريقة هوري إسماعيل بن أمية دار قدني با إسكالا لات شيء كتاب كيسا التطبع والإلزامات وحونا يري وذات كان معمر والله خلاف يقول معمر والله خلاف يا خلاف وحا خلاف نين ليلة سعيد ابن مسلمة ابن هشام بن عبد الملك بن مروان با خلاف أم حويري نينكا نينكا سو حويري سعيد بن مسلمة الصدفي سدى صوكو شكا دار قدنا وحويري عن اسماعيل بن عمية عن عبد الرحمن ابن ذباب كذا المريسين سمى دارك رواية ضمبي عن الحارث بن ربع عفوا عن الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب عن عياد بن ابن عبد الله بويري او اسماعيل بن عمية يا عياد لحظة وحوق لي وذات كسعيد بن مسلمة نينك ليلة حارث بن عبد الرحمن بن ذباب بوكلي وحونا ما كدر قلنا كوت الماما يا طريقة أن هذا المرتين عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عياد بن عبد الله إنه انقطع كتيره ورحظة وكما قيها هاي الحارث ابن عبد الرحمن بن ذباب وركاس المري وركا دار قدني نوبة هوستك وقبت بعض التنوحيد لي هاي وهذا الاستدراك ليس بلازم استدراك أوكي أنا نقل دار قدني مسلم لغو مقب سنكره فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض بول إسماعيل بن أمية إنه وحكم مقلع عياض بن عبد الله سقاب كوع الديو وحويري أخبرني عياض عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض ابن سعد أنت سوشوخك قلت لي دار قدني أنت أكو مفل إن لقود دفاعه وحكف يعني إلا إذا هذا دار قدني إنك الله سوصير تكتاي إنك قد مكرابة معه إنك معمر خلافي وأن منكر الحديث ضعيفا بإجماع المحدثين نينك معمر خلافي وأه سعيد ابن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن ذباب عن عياد نينك يدو هذا معه ليس معمر عن إسماعيل بن أمية عن عياد ثم هيسا نينبا خلافي اللي يدادو سعيد بن مسلمة محوجي نينك عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن ذباب عن عياد بول نينك حارث لسو شرتقي معمر خلافي وانين هي وانين منكر الحديث بإجماع المحدثين نين معمر خلافي كرا أما أوليك مكرا ما سعيد ابن مسلمة ابن هشام ابن عبد الملك مروان بليلة بخاري بوحيري سعيد ابن مسلمة عن إسماعيل بن أمية منكر الحديث وانيكو دار قد وطاط سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية منكره سيقوني أبا الله دور الرواية دي رواية سعيد بن مسلمة عن إسماعيل ومنكره بس عند المحدثين
مرك إن مسلم لولس وشرته لو دروا وخلط مد الله صدحات. إسماعيل بن أمية واثقة جبل قد صرح بالسماع وليس بمدلس بل لم يرمى بتدليس. وحونا يلي أخبرني عياض صادرت رواية مسلم بوحاف بن حجر كوكا تهذيب وحولي، وفي هذا رد على الدارقطني في قوله المتقدم. حافظكم مكة حول الدارقطني ماشي وكوس بحضي نوونا ورام بوم مري، لكن وحاكف إني براروجيان وذاتك سعيد المسلماء معمر خلافي رواية ريزو ومنكرة شاذة نكارية شذوذ بقبطابة محايا لي وانما متابعتي سلا أقبلين أون انفراد كيس لا أقبل أون منكر الحديث عند المحدثين نينك أوغور رون أون حريص سعيد مسلم ودار قدن عيري ضعيف يعتبر به ضعيف يعتبر به ترمذي في جمع مرتين وسعيد مسلم ليس بالقوي عنده أبو زرعة الرازي أبو حاتم أحمد نينك اللي المديني بن معين كلهم حيدا هذين أبو جعفر العقيلي منكر الحديث ضعيف الحديث ليس بشيء في الحديث ابن حبان وحويري وفاحش الخطأ في الأخبار فاحش الخطأ في الأخبار قفوا الحنبو قفوا تنا كم ذا معمر الجبال الحفظ والإتقان وشيخ يسمعين وما يحكي وريي عن عياد بن عبد الله وانتو خلافه وحويري ماشي وحكو جيرة حارث بن عبد الرحمن ذباب وكياني مركة دار قدنا وركيسه وضعيف جدا في هذا النقد ميرك لو كره يا جري تنايده ما سعونيس وحايسو هاري مركا حديث كمعاني دي سميشو كجرتا وحاومي مسانو هادا من لقاها الله يا كليا راشيمة بربضونا مسلمين تبحينا يم بحديكو انو تلمامي علم دوليه فقه وحاوي بابك قوت الغالب كالا بحينا يا مسلمين تي مدينة كنورا أما حجاز جوغي أما نبقى أمامولي راشين كوبطنا إنا استعمال أما أي ديفصدان أما حلفظان بساءها بلشك أصدو مسلمين أمال كنون راشين كبلد كاللغا استعمال إنتا بطن بايزكا دا كبحين أيا رأي الله بعد باشرو أرون أيا مقوت الغالف كاد بحيني مسقوت نفسه بروح بحين أيا بلد كوحا قوت الغالب كا إمبريس العنا مثلا أظن غير طبيعة باطايو وقالب العنتا ما وقالب تخب حين الزكاة هذا مس بريس بتخب حين نت فانتي ما قوت غالب كتخب حيني مس مت قوت غالبي كا ما بلد كوحا قوت بلان بتخب حين مس أديك كوحا قوت بلان ها قوت الغالب لأن الأصل أن الفرد يلحق بالأغلب أصل وحوي مسلم ك أما الروح الجوني ذا يحكم كسو عضي محل الرعية بلشوينت بلشاد الرعية مالك عيد وهي تأثير تهبيبته حقوق في عن مساكين تسي سبحان الله عيدي هذا مو بريس ما مقدن تريني مساكين توحى أنا عنهم بيعون هذول دوادات ما لو رقاجي ملا لا بلا الرعية بأجرة ما قوت الغالب كان لو بدن يهي فما العيديده وحو وناغسن اسكو داي ولا هلي كرتا واخ بدن ما وا 2 كيلو وراشينه واد بخين كرتا هدي اد اوي ود وخي اد كبد انتاسنا لو ما هيستو كا دحي انتنا هيستون با واجب كوا شرط غورا مالنكا عيدا يا هبين كيسا واخ نولاشدا كبدن ان با شرطي اه وخي فاضل كا عن قوتك وقوت عيالك يوم العيد ان اد بخي سوي هدو كو غاد روح البسكري سنه واخير هدو كو غاد وايانا ولا غا مرب ولا دو حيليه من والبو زكاة المال أي سن كوا جيبين زكاة الفطر لقى مرة حنفية قار قط بس أكو تري حيد نينكي زكاة حاران كتا يا أصو إنه زكاة قاتان لا قال نين كان بزكاة كوا جبته سكة هذا اللورد يقول زكاة المكابس صوتك وحيد هذه قفك زكاة الفطر كأن أي سن كوب حينين أم بعسنا زكاة الفطر لقى ربا وركاسو دمر ميشو كتير ما ظاهر كنسكي إطلاق وحوي وحي مالك عشا وقضا كبر عدقلك هذا كبرا بح حلق الله بحين أي زكاة الفطر من رمضان اللي قويري رمضان قرمان كافرة لا بحي اللي بعلا اسكوها إياه رمضان وحان كافرة
شرعا وحان كافرا ها واغو مركو بريو ويقرا اكتب دلاعه وحلق حلق ام بافرك جراد الا هبين لما افوري لما صومي هبين لما صوم حيلين وداداها قاركود من طلوع الفجر في يوم العيد يزكد واجبيسا لانه وفطر حقيقي لا افرها يا رمضان مال بال سوم جري مال وحاغو سوري ان لا سومين مال ان لا سومين وحاغو سوري او صون عربية هي ارورت عيدا مال كاس كبس كعية نو علي وحلو جيدا صون كافركي زمانك وضم بيو هذا قبل كدعوي وغروب الشمس في ليلة العيد مغرب كاوي رايقا هذا عن شيء مغرب كونه قبل أن بعد الله بنية لما ما له بين كعيدة إلى واقع برجيس إلى صراط أنت اللي قد تكون أيه كهرباء زكاة الله بحيو هذه اللي بمر الله الله كهر مريانا واتصوم مرتين سحب سمين شريط صونا كان أكون مرتين ما نك الله باتني سديدات ما نك سقال الله باتنا والله سيب حين كرز زكاة بش النس كذا والله سيب حين كرز دا يلا ده لكن سنة وافقه لببري سدح بري كهر بحي وبحين كرتا وحنا أول أكسن بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة صلاة عيد كهر يوابرق أنت ودح عيسى زكاة بحية حلق أن الله بحينا ومستحب واجب معها ما نك عيد ورم الله بحين كرا ما نك عيد ورم بعد الصلاة إلى قرحة قد عيسى الله بحين كرا قرحة ضيد عضو قضي نقن قرحة ضيد عضو ما نك الله بعد عيد وحاوي قضي نقطي أدهيذو ومالك عيدا وحانا أفضل بالإجماع إن الله بحيوه قبل الصلاة صلاة عيدا كهر صلاة عيدا كهر واسيدا فضيقا بضان وحي قدم بيانا ويبنى انتهي مالك عيدا وأدؤون وحي قدم بيانا قضي سبدا ليس حتى هذا مالك عيدا وحي قدم حتى بحيوه ويدو وادين لقولي هاي سنة كذب الله كاد قليه والله قال ربنا بحيسه أو شايدا حق سيدنا معاوية هو شو اللي يمت اجتهاد كأحاديث با تاغيريسا نصوص با قطمت حلق النبي محمد حتى إن حيابها كان لقدق جري سوس بركنا لقدق جري النص صحابة با وريي عملهان جمهور صحابة تاغيري سنن كان عوشا قصوا مري لكن سيدنا أبو سعيد انتو أسوقوا أغا أما أم مقلي ترى ما أركي ترى أبو كهل محارك يعني قامد إذا كوي راي حجاز يم مدينة كوي راي مرك الله له نص بال لقد يجي ترى هدان له لنا شعيرت تمرت زبيب كي وحاس الله كي استعمال ترى بلد كان تون هدان تمر لقى استعمال أون قرار يعانى كتشرين أون زبيب كتشرين أون شعير كتشرين أون قامد كتشرين محال لقو لقو بحنا يزكدي وحي مركا إنه أنقود قد يقنو waxaan nagana quud ah um baa lagu zakat bixinaya waxaan la sheegay waa amthiliyo tusaalooyin ma aha muayyan ma aha la yatimu la yataadda alwajibu illa bihi ma aha qaida loo rinja almuayyanu la yaqacu alimtithaa illa bihi halkan ma taalo almuayyan la yaqacu alimtithaa illa bihi waxay gashaa biyahay gashaa oo tayoomkii ciidda gasha haddii la gabagabaysanayo waxaan ciid ahayn ama aan saciid ahayn laguma gabagabaysanayo haddii la weysaysanna waxaan biyo ahayn lagu caano iyo subag iyo saliid iyo batrool iyo shidaal lagu weysan maayo oo qaacida almucayanu laa yaqacu limta ilaa bihi baa markaa la yidhaahdaa huna laakiin waa amthilo amthilo weeye la rabo inaad wax ku fahanto baabu lamri biikhraaji zakaati qabla salaah حبابي فريد الله إسفري زكاة إن لبحي زكاة فتح قبل الصلاة صلاة كهر أمر كان عند الجمهور أمر استحباب وندب حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة الزهري بن عوية عن موسى بن عقبة صاحب المغازي الأسد عن نافع بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نبي حوف فري بزكاة الفطر زكاة أفرك إن لبحشه أيو فري معفر النبي أن تؤدى إن لقته لديبه قبل خروج الناس ضد كنت يسوسو بحين كهر إلى الصلاة صلاة يسوسو بحين والحديث أخرجه الجماعة ستة دوري بخاري مسلم ترمذي النسائي أبو داود بن ماجه
حدثنا محمد رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد إسماعيل أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وحور رمي وفري بإخراج زكاة الفطر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى إلا ديبا أي فري قبل خروج الناس تدكن تسوب بحين كور إلى الصلاة سادة يسوب بحين وانا سيدا فضيق أبدان مستحب كا هدي أتكذب لكتا إلى قرحك أنت قرحك قد عنا وولي أده واد قدتي والله سبحانه وتعالى أعلم.